السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ بسم الله. هادو قلبت مانع الحمل. هادو ما قلبت مانع الحمل موضعي ديال القدام، تدارو ديال القدام. شحال من وحده سولتني عليهم وقلت اللهم ندير الفيديو ونصورهم وتشوفوهم نيت مزيان هما على هذا الشكل. بالنسبه لي نهضروا على واحد القضيه، بالنسبه لي يرضعوا راهما مزيان ليهم، هادو حسن من الكينه. واخا تكون الكينه ديال الرضعه راه هادو حسين احسن منهم. وها كانوا على هذا الشكل قبل، تتباعوا على هذا الشكل، كانوا قبل على هذا الشكل، دابا ولاو بدلوهم ولاو على هذا الشكل. هما بالنسبه فاش مزيانين هما راه ما تيديروش الصداع وما تيديروش الاعصاب وما تيطروش لا في المعده ولا المسران حتى هما كذلك، وما تيديروش الدوخه وما تيديروش السخفه. وهما راه مزيانين، تنقيو الوالده تيحميوها من بزاف ديال الامراض، من بينهم بحال هذوك مرض الايدز راهما تيحميوها بحال قلتي، تيمنعوهم من هذا، تيمنع الامراض تنقل دوك اللي تيكونوا متنقله عبر المعاشره. وما تيداروا قبل المعاشره بخمسة مينوت. هما راه عن تجربه هما مزيانين على الكينه بزاف. هما اللي جربتهم واللي تنديرهم حسن من الكينه مقارنة على الكينة، راه تتمرض بزاف. اما هادو راه خفاف ومزيانين ومضمونين، حتى هما راه مضمونين، تيتباعو في الفارماسي ب30 درهم، فيها 10 تقريبا ديال فيها 6 الكبسولات اللي فيها. هما تيقللوا من احتمال حدوث حمل لكنه لا يلغي نهائيا. هادشي اللي دايرين فيه هنايا. المهم راه جربتهم مده هذه وزعما مضمونين بزاف، مضمونين ماشي رجيت ودرت هذا الفيديو حتى مجرباهم، ودرت هذا الفيديو على حساب شحال من وحده راه قالت لي ما تتعرفهمش نهائيا واش كاينين، واش كاين بعد القلبات في منع الحمل. ها هما شوفوهم. وتنتمنى اللي شفت هذا الفيديو دير لي المشاركه، ما تنساونيش ياك. ها هما صورتهم لكم، اللي بغاتهم تشريهم في الفارماسيان وتجربهم، راهم مضمونين. هما راه تيداروا قبل المعاشره بخمسة مينوت. عاد تديريهم قبل المعاشره بخمسه عاد. وبالنسبه لي الى سلب بالنسبة بعد المعاشرة تتغسلي غير بالماء دافي، تتغسلي بالماء دافي بلا الصابون، حيت قالوا كلا غسلتي بالصابون تيمشي المفعول ديال هاد القولبات. صافي هادشي اللي تنعرف عليهم، راهم مزيانين، تنوصيكم عليهم راه حسن، جربوهم وردوا عليا الخبر. اللي جربتهم تصيفط ليا في الخاص. تنتمنى راه كاينين على هذا الشكل. ها هما شتيهم ماشي على هذا الشكل.